تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العيادة الرمضانية سنتناول موضوع جديد عن أمراض العظام والمفاصل، وقد اخترنا لكم لهذا الغرض الدكتور سيد أحمد والإمام أخصائي في أمراض العظام والمفاصل. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة دكتور. ما هي أمراض العظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله وصيام الجميع. ما يخص أمراض العظام والمفاصل، أمراض العظام والمفاصل عبارة عن مجموعة كبيرة من ومختلفة من 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 الأمراض. فيها الأمراض الناتجة عن إصابات، إصابة عن حوادث أساسا، وهي الكسور والجروح والحروق. فيها مجموعة الأمراض الناتجة عن إصابات جرثومية اللي هي الإنتانات الجرثومية على مستوى العظم والله على مستوى الأنسجة الرخوة. فيها مجموعة الأمراض الناتجة عن التهابات روماتيزمية اللي هي أمراض الإصابات أساسا في المفاصل تعود وتسبب التهابات في المفاصل. فيها مجموعة أخرى ناتجة عن الأورام، الأمراض العظمية والله أمراض الجهاز الحركي ناتجة عن الأورام على مستوى العظام وعلى مستوى العضلات وغيرها. وفيه أيضا ما يسمى بأمراض العظام الولادية اللي ناتجة عن تشوهات خلقية عند حديث الولادة. بشكل عام هي مجموعة الأمراض اللي تعود عندنا على مستوى العظام والمفاصل. شو أمراض العظام لا تمنع الصوم إلا في الحالات الحادة. على سبيل المثال كل حادث طارئ، على سبيل المثال إصابة كسر، على سبيل المثال ربما منع الصوم في الأيام الأولى نتيجة الألم والله نتيجة عملية جراحية، لكن كسر قديم نسبيا عندما يتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين أيا كانت العلاج المتخذ بالجبس أو علاج بالعملية الجراحية صاحبه يمكنه أن يصوم. ثم الأمراض الروماتيزمية اللي هي الأمراض المزمنة اللي على مستوى المفاصل، فعلا فيها عدة عينات منها أصحابها ما ينتصحوا بالصوم نظرا لأنها أمراض المرضى فيها يستخدموا عدة أدوية وعندها أوقات مختلفة من اليوم يتم أخذ فيها هذه الأدوية، وبالتالي أحيانا ينتصحوا أيضا بعدم الصوم. فمن الأمراض الإنتانية الجرثومية في المرحلة الحادة منها نتيجة الحمى ونتيجة الأعراض العامة أيضا اللي ينتصحوا بعدم الصوم. فمن الأمراض اللي ناتجة عن أورام لما تكون فيها الألم، ألم حاد جدا أيضا قد في المرحلة الحادة ملاهي ينصح أنه ما يصوم. بقية الأمراض اللي على مستوى العظام غالبا لا تحتاج إلى قطع الصوم، ممكن صعب أن يأخذ الدواء ويصوم بدون مشكلة. بالنسبة للكسور، الكسور تختلف خطورتها بعدة معايير. أولا بسن ضحية الكسر، الكسور دائما تكون خطيرة عند المسنين والله لما تكون كسور متعددة من خلال تموضعها، معناها كسور متعددة في أماكن متعددة من الجسم، وإما كسور في المناطق الحيوية من الجسم على سبيل المثال العمود الفقري لأنه فيه خطر الشلل، والله كسور على مستوى الحوض نتيجة كمية الدم المفقودة، والله كسور على مستوى الجمجمة نتيجة خطورة الجهاز العصبي المركزي، والله الصدر نتيجة خطورة أيضا على القلب وعلى الأوعية الدموية. المسألة الأخرى معامل الخطر الثالث هو دائما في إطار السن الكسور أيضا عند الأطفال، والله الكسور المفتوحة معناها كسر معها جرح في نفس الوقت يعرض العظم للخروج الجسم، هذه هي عوامل الخطر في الكسور. نعم، روماتيزم تخصص حكما تخصص طبي، فيه كثير من الأمراض المختلفة، وهو عبارة عن أمراض غالبا تسبب التهاب مزمن في المفصل. المفصل قد يعود يصيب عدة مفاصل في نفس الوقت، قد يعود مفصل واحد أو اثنين أو ثلاثة. نعم، إصابات الروماتيزم على مستوى المفاصل أكثر أمراض الروماتيزم شيوعاً سببها إصابة مناعية، معناها على أن الجهاز المناعي الجسم هو اللي هاجم أنسجة المفصل
شاكع على انها تهديد خارجي جرذومي والله شيء من ذاك القبيل، وذا يؤدي على انها تعود في هذيك الاصابه. سبب تاثر الناس بالبروده اساسا نتيجه عدم التحفظ، عدم تحفظ من الارض، الناس اللي تمشي على الارض بلا احذيه. والله ملي الناس اللي في انخفاض درجات الحراره ما تلبس اللباس المناسب لها. الناس اللي في الخارج في الدول الاخرى تابع النشرة الجوية بشكل يومي في التلفزة وفي الإذاعة وفي المواقع، ياك يعني تعرف درجة حرارة الصبح اللي تعود كم، والليل تقدا اللي تعود كم، ولباسها وزيها اللي تمشي به، تمشي به انطلاقا من درجات الحرارة اللي تعود شنهي. من درا كان فيه الشمس كان حد يتغطى عنها، كان حد ما يتغطى عنها، من درا كان اللي يجي السحاب. احنا للأسف هاي القضية العقلية ما هي موجودة عندنا، وبالتالي أحيانا تنخفض درجات الحرارة بشكل متين، والناس تعود كانت شاكة على أن الجو اللي تم لا ساخن، وذا يؤدي على ذاك يسبب ربما آلام في العضلات، يسبب تقلصات عضلية، والله يسبب تشنج عضلي في الجسم. لو اللي عدل ياسر الناس يربط بين هذه القضية وآلام المفاصل، وهو غالبا ما فهم ما فهم ما فهم ما فهم العقل. المشروبات الباردة ما عندها تأثير مباشر على المفاصل. ينقال على انها ما تساعد في التخلص من شحوم البطن، الشحوم الموجودة على مستوى البطن، وعلى انها تزيد من حجم الكرش فقط، لكن ما لا اعتقد ان عندها تأثير على آلام المفاصل. تنشيط الأعضاء مهم جدا، احدى مكونات العلاج في الكسور، به اللي هدف العلاج اللي يعد للكسر، يعملوا تجبير، يعملوا جراحة، هو المحافظة على ذاك الجزء من الجسم إلين يجبر، إلى أن يتم جبر الكسر. بعد ذلك يكون الهدف استعادة الوظيفة اللي كان عليها ذاك الجزء من الجسم قبل الكسر. استعادة الوظيفة تمر بالتنشيط والعلاج الوظيفي من أجل استعادة الوظيفة، استعادة قوة القوة العضلية في المنطقة، واستعادة حدود المفصل، حركة المفصل بشكل طبيعي، لكن يعود فهم التوازن بين المنطقة اللي فيها كسر والمنطقة الجسم العضو الآخر اللي ما فيه. صحيح التكييف يجب أن يأخذ أمره باعتدال، يأخذ أمره باعتدال، ما يلا رجاج يدير درجات حرارة في المكيف بعيدا من درجة حرارة الجو الخارجي، لأن مجرد يعود الفرق كبير بين درجة الحرارة كيف حد داير 16 والقدام درجة الحرارة 40، وهو في جميع الحالات يا الله يأخذ القدام، يأخذ عن المنطقة اللي ما هي مكيفة، لكن يعدلوا يعرض راسه لصدمة حرارية تسبب له ياسر المشاكل، خصوصا تسبب حساسية تنفسية وتسبب ياسر الأمور. والمكيف يا الله حد العادة غرفة مكيفة ما يعود متقابل مع المكيف بشكل مباشر، لأن ذاك على كل حال تيار بارد يقد يسبب له مشاكل، يعود معه في اتجاه التيار اللي جاية منه كليماتيزاسيون، هي كأنه يستفاد من برودتها وفي نفس الوقت يقلل عليه المخاطر. رياضة مهمة لصحة العظام، فيها ثلاث مسائل مهمة لصحة العظام. أولها النشاط البدني بشكل مستمر، النشاط البدني دائم، لأنه لا يكفي على أن الرجاج يعد النشاط البدني يعود ما هو اللي يدوم عليه، الله يعود نشاط بدني دائم والإنسان قادر عليه يعدله كل يوم. المسألة الأخرى لا بد من الرجاج يكثر من شرب الماء، ما هو اللبن ولا هو العصير، شرب الماء اللي مهم جدا لصحة الجسم كامل وخصوصا العظام. المسألة الثالثة التعرض للشمس، مهم جدا التعرض للشمس، ولا يكفي نقولوا على أن بلدنا بلد مشمس ولا نتعرضوا لها، لأن التعرض للشمس حد تعرض لها لابس ياسر من اللباس جسم ما يستفاد منها الاستفادة الرياضة. الله يعود على الأقل الشمس الضحى أساسا يتعرض لها رجاج وعود مخفف اللباس، لكن ذيك الأشعة اللي يمتص الجسم ينتج عنها فيتامين دال مهم جدا لصحة العظام، وعندنا نقص هون ياسر في موريتانيا للأسف رغم أن الشمس موجودة بكثرة. فيما يخص فترة رمضان، الأساسي فيها أن فهموا معنى الصوم. الصوم هدفه على أنه يخلص الجسم من السموم، من الجذور الحرة اللي تتلايم فيها خلال السنة كاملة، وذي نعمة إلهية ومعجزة في نفس الوقت في الدين الإسلامي طه مولانا المسلمين، لأنه يعطيهم فترة يعدلوا فيها علاج طبيعي يخلص الجسم من البراثين ومن الأوساخ ومن السموم اللي موجودة فيه طيلة السنة. ومن أين فهموا الصوم؟ حقيقة فهموا
يا الله نفهموا على أن فترة رمضان وفترة الصوم يا الله الإنسان يستفاد منها على جميع الأصعدة. ما يا الله تعود فترة إكثار من الأكل، ويا الله تعود فترة إكثار من النوم. يا الله الإنسان يفهم على أنه عنده 12 ساعة من اليوم، والله 15 ساعة من اليوم ما يوكل فيها ولا يشرب، وذاك اللي كان يوكل فيها ما يقدر يعوضه في ذيك التسع سواعي الباقية، والله 10 سواعي. برص عليه يوكل اللي قد يوكل الإنسان في نصف اليوم، ويفهم على أنه يقد إذا يفطر رقاش ويصحر ويوكل وكيل عادي، هي كمية الطعام اللي قد تكفيه اللي تعود عنده طاقة كافية لليوم كامل ويشتغل بها بدون إرهاق. المسألة الأخرى، رمضان شهر عمل ما هو شهر نوم، من أين يقدر رقاش فيه لين زاد وزنه اللي يسبب ياسر المشاكل. كون إنسان صايم ما هي متناقضة مع العمل، الصحابة عدلوا غزواتهم كاملة في فترة رمضان. يقدر الإنسان يعدل من فترة رمضان فترة نشاط زائد وفيه طاقة زائدة وفيه وقت زائد، لأن الأوقات اللي كان يخصص حد الوجبات عاد صايب عنهم. الرجاج اللي يطلع البل عمله الساعة الثامنة واللي يهتم فيه إلى الرابعة ولا الخامسة، أي ساعات متواصلة يتوقف فيها فقط للصلاة، عنده ياسر من الطاقة وياسر من الوقت يقدر حد يستثمره ويقدر حد يستفاد منه. إذا نبتعدوا فيها عن الإكثار من الأكل، نبتعدوا فيها عن الإكثار من النوم في النهار، ونبتعدوا فيه عن ما اللي وكيل المسائل اللي ما هي صحية، كيف المشروبات الغازية وكيف المسائل اللي فيها الشحوم الحيوانية ياسرة، كيف المسائل اللي غنية بالسكريات، ويوكل حد يركز حد في الأكل على الخضروات وعلى الفواكه اللي فيها الألياف الغذائية. الخضروات والفواكه يشبه حد، والفواكه يشبه حد يوكلها هي من فسمني عدل عصيرها، لأن عصير الفواكه غني بالسكريات ولا فيه الألياف الغذائية يزيد نسبة السكر في الدم. المسألة الأخرى، أعلن الإنسان يوزع وجباته على الليل، عنده من الليل يفطر وقت الإفطار وجبة لباس بها، يروح عقب ذاك جهازه الهضمي إلى وقت السحور يقبل وجبة ثانية، والسوائل تم يبات يشربها الليل كامل. شكرا للدكتور سيد أحمد والإمام على هالشروح الوافية. أما الآن سادة المشاهدين نترككم مع معلومة طبية. أهلا وسهلا بكم معنا. المعلومة الطبية اللي نعطوا في الموضوع اللي تعود تخص موضوع محدد جدا يمس الأطفال أساسا، ينقال له سوسة العظم. هاي سوسة العظم هي مشكل جدي عند الأطفال اللي تقريبا كاملين سابق سن البلوغ. تتمثل في أن الطفل يعود عنده آلام حادة في موضع من مواضع جسمه، غالبا يعود قريب من الركبة وبعيد من المنكب، ومعاه حمى. يا الله لين تعود عندنا إشير عنده الأعراض أيا كانت سنه، يا الله نلحقوه في أسرع وقت للمستشفى، إياك ينكشف عليه وشوفه جراح العظام. لين تعود عنده سوسة العظام في ذي المرحلة الحادة من الألم والحمى وعدل له علاج مناسب، تتوقف في المرحلة الحادة ما قاست المرحلة المزمنة، ويبرى منها نهائيا بدون معاقبات. ومنين نعطوه المضادات الحيوية ومسكنات الألم، خلوها هي تتطور لتوكل العظام وتمشي شو الحالة المزمنة، ومنين توصل الحالة المزمنة اللي يتم كل فترة طشة من العظام تموت ويعود عنده ثقب يمشي منه الواعي ولا تعتبره نهائيا. وبالتالي هي دعوة للأمهات وآباء الأطفال والأطباء العامين وأطباء الأطفال، لأن أي طفل أيا كان سنه عنده آلام في عضو وعنده حمى، يا الله حد أول شيء يشتبه فيه أنه عنده سوسة العظام، ويوجهه في أسرع وقت إياك يعدل له العلاج. العلاج بسيط، عبارة عن مضادات حيوية عن طريق الوريد وحجز وتجبير مدة 10 أيام إلى 15 يوم، ويبرى نهائيا لين يعدل له المرحلة الحادة. لين يقيس المرحلة المزمنة كارثة تعود على الجانب الوظيفي. شكرا. شكرا دكتور سيد أحمد والإمام أخصائي في جراحة العظام والمفاصل. سادة المشاهدين، وإلى ضمن لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.